بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شبابنا الجميل، بناتنا اللي ان شاء الله هيبقوا احسن بنات في الدنيا كلها، ربنا يبارك فيك وربنا يحفظكم. شبابيك، نفسنا انك تفتح لنا شباك في قلبك، نفسنا انك انت تفتح لنا شباك في قلبك، نفسنا ان احنا نفتح قلوبنا لبعض يا جماعة، نفسنا ان احنا قلوبنا تتفتح لبعض ويدخل نور الايمان ونور الصلاة بالله سبحانه وتعالى. دعني استمتع بشبابي. الكلمة دي يا ترى مين اللي قالها؟ لو انت تخيلت كده واحد بيقول لواحد سيبنا استمتع بشبابي، انا عايز اتمتع. كلمة المتعة دي كلمة سيئة السمعة عندنا، لما يتحط كلمة المتعة على فيلم يبقى معناها ان الفيلم ده مش كويس. لما واحد يقول انا عايز اتمتع يبقى معناها ان هو ممكن يكون يعني عنده اغراض معينة. كلمة المتعة دي لما واحد يقول لواحد سيبنا استمتع، يا ترى دي بنت متبرجة وعايزة تنزل من البيت بالمنظر اللي هي عايزاه، وقامتها في طريقها وبتقول لها احنا عيله محافظه، اقل من استرتش ما عادش ينفع، احنا عيله محافظه اخرنا استرتش وبادي. يا ترى مين يا جماعه اللي بيقول لي مين دعني استمتع، انا عايز اتمتع بحياتي؟ تفاجئوا يا جماعه ان ده صحابي، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، صحابي شاب وبيقول كده للنبي عليه الصلاه والسلام، بيقول له يا رسول الله انا عايز اتمتع، يا رسول الله انا عايز اتمتع في الدنيا دي، انا عايز اعيش الدنيا دي بالطول والعرض، انا عايز اعيش اجمل مشاعر في الدنيا دي واجمل متع في الدنيا دي. كان قصده ايه؟ كان بيقول له سيبني يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، سيبني اختم القران كل ليله، سيبني اصوم كل يوم، والنبي عليه الصلاه والسلام مش راضي لان في هذا مبالغه في العباده. يعني تخيلوا يا جماعه ان المتعه عند الصحابه هي العباده، ان المتعه عند الصحابه هي طاعه ربنا سبحانه وتعالى. واحد يقول لي متعه ايه يا عم؟ يا عم انت بتتكلم في ايه؟ ده الطاعات ده حياه خنيقه يا عم. وبعدين ايه الحياة كويسة بقى؟ انا عايز اعيش دنيتي وعندي طموحات وعندي امال. يعني وقف اي واحد ماشي في الشارع دلوقتي، ماشي طالب، ماشي انت بتعمل ايه؟ بذاكر. طب وبعدين؟ وبعدين هنجح واتخرج. طب وبعدين؟ وبعدين هشتغل طبعا والاقي شغل جميل في شركة مالتي ناشونال جروب واخد مرتب محترم. وبعدين؟ وبعدين هتجوز بنت جميله طبعا واجيب عربيه فخمه فول اوبشن باور ميتاليك حاجه ما حصلتش. وبعدين هخلف عيال كويسين وادخلهم انترناشونال سكولز. طب وبعدين؟ وبعدين هيبقى عندي شركه وعيالي شيلها لما يكبروا. وبعدين؟ وبعدين هتموت. وبعدين هتموت. وبعد ما تموت هتبقى تراب. هتبقى التراب ده اهو. عارفين يا شباب التراب ده ايه؟ التراب ده من المقابر. التراب ده من الترب. التراب ده اجساد. ممكن كان اجمل شاب في البلد دهيت اللي فيها المقابر ده ايه، اجمل شاب ودي الملامح بتاعته، بقت شوية تراب. التراب ده ممكن كان اجمل وش بنت من 50 سنة في البلد هنا اهو، وبقى تراب. وبعد ما تموت هتبقى تراب. والشهرة والنجاح بتاعك هيبقى ذكريات، واليافطة اللي اتعلقت على الشركة بتاعتك هتتشال وهتتباع، وهتتباع بتمن الخردة بتاعتها لأي واحد، والفلوس بتاعتك هتتورث وولادك هيتمتعوا بيها. وبعدين يا جماعة هي دي المتعة؟ هي فين المتعة ديت؟ هي فين المتعة في معصية وبعد كده أجمل بنت أهي، أجمل شاب أهو، أقوى شاب بادي بيلد أهو، أكتر واحد وزير من الوزراء اللي في البلد أهو، رئيس جمهورية وحاكم أهو. شوية تراب يا جماعة، شوية تراب. وبعدين؟ وبعدين يا إخوانا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم. يا رب يا رب استغفروا يمتعكم، يا رب اعصوا يمتعكم. يا رب مش التوبة هي اللي بتجيب المتعة، يا رب المعصية اللي بتجيب المتعة. يا رب عيشوا حياتكم زي ما انتم عايزين، اعصوا زي ما انتم عايزين، عادوا الشريعة زي ما انتم عايزين، كسروا حدود ربنا زي ما انتم عايزين، اعصوا يمتعكم. ربنا قال لا، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم. المتعة في التوبة، المتعة في طاعة ربنا يا جماعة، المتعة من أكتر الآيات اللي بتزلزل قلبي في القرآن. فآمنوا فمتعناهم، فآمنوا فمتعناهم. قلت يا، مسكت المصحف قلت يا رب، يعني المتعة بالإيمان، يعني السعادة بالإيمان، يعني السعادة في الصلاة بيك يا رب. فآمنوا فمتعناهم. أحد أصحابي لما التزم وكان طالب في كلية صيدلة وكان بيطلع رحلات مع أصحابه، فأصحابه قالوا له يعني تعالى اطلع معنا رحلة بعد ما التزم، فمرضاش، قعدوا يقنعوه. قال لهم بقول لكم إيه، سجدة واحدة بس بين إيدين ربنا
بكل الرحلات اللي طلعتها في حياتي. اقسموا الشاشه نصين يا جماعه، اقسموا الشاشه نصين يا بنات، اقسموا الشاشه نصين يا شباب. نص في البنت اللي لما لبست حجاب امهات المؤمنين علقت تعليق غريب قوي، قالت انا حاسه ان انا عروسه الدنيا كلها بتزفني، عروسه شوفوا فرحها وهي لابسه حجاب امهات المؤمنين. والمنظر الثاني 4000 واحد يوميا بينتحروا، يوميا على وجه الارض 4000 واحد بيقتلوا نفسهم من الاكتئاب اللي هم فيه والياس النفسي اللي هم فيه. اقسموا الشاشه نصين يا جماعه. نص فيه ليه النبي عليه الصلاه والسلام في السجود يقول لي ربنا ثبت قلبي من الجمال والمتعه اللي عاشها بين ايدين ربنا في السجود. يا رب انا مش عايز المتعه دي تروح، مش عايز المشاعر دي تروح. اقسموا الشاشه نصين يا جماعه. نص يا اخوانا في المتعه اللي عاشها اهل الدين، والنص الثاني الشاب اللي اترمى على عربيه واحد صاحبي يعني اخ من اخواننا، قال له ما تسيبنيش، بيقول منهار في البكاء ما تسيبنيش، انا متدمر، انا متحطم، ادعي لي، خد بايديا، ما تسيبنيش، ساعدني ان انا اخرج من اللي انا فيه. البكاء ده ايه؟ ده مش عذاب ده. فامنوا فمتعناهم. وبعدين يا جماعه، وبعدين يا شباب، شويه تراب، وبعدين بورتو مطروح ومراسي وسيد عبد الرحمن وجولف بورتو وهيسن دبي وشرم والغردقه ومارينا والساحل الشمالي كل ده، وبعدين شويه تراب، شويه تراب يا اخوانا، دي النهايه. يا التراب ده على ما الشاب اللي بيعصي ربنا والبنت اللي بتعصي ربنا بقوا شويه تراب، يا ترى دخلوا في ايه؟ يعني الانسان اول ما بيموت بيبقى عامل زي حته الحديده، لو اتحط في جو حر يسخن بالظبط زي الحديده، لو اتحط في جو برد يتلج يبقى زي لوح التلج، بيتيبس، بيثبت على مكانه. تلاقي واحد عمل الشهادتين وهو بيموت يفضل كده لحد ما يموت، واحد مات وهو ساجد يفضل يدفنوه وهو ساجد، واحده ماتت وهي حضن المصحف يدفنوها حضن المصحف، ممكن واحد مات وهو بيزني يموت على وضع الزنا والعياذ بالله ويثبت عليه. انسان بيتيبس وما عادش اسمه الدكتور فلان والاستاذ فلان وفلان باشا، بقى الامانه، هاتوا الامانه، الجثه بقى اسمها الامانه. بعد 6 ساعات من موت اجمل امراه في الدنيا، واحد شاف صوره مارلين مونرو بعد 6 ساعات من موتها كان بيحبها جدا، قال ما عدتش بطيء ان انا اسمع اسمها. بعد يوم واحد من موت الانسان بيحصل له ايه؟ بيبدا العفن يمسك في البطن والفرج، اول حاجتين بيتعفنوا في جسم الانسان، اكتر حاجتين متاعهم، اكتر حاجتين اهتم بمتعتهم، البطن والفرج، بقى عامل زي الرغيف المعفن اللي الخضار ملاه، بعد ما كانت بتحط بودره واحمر وبقى لونها اخضر من العفن. بعد يومين بتبدا العروق تتنفخ وتطلع من الجلد، ومن جوه المخ بيدوب وبيسيح وبيتعفن، والمعده والطحال والكبد. بعد 3 ايام لو فتحت عليها القبر بتاعها هتهرب من البلد، لان الريحه مفيش اي مزيل عرق ولا اي معطر جو ولا اي برفان هيقدر ان هو يوديها. بعد اسبوع من موت الانسان الجسم بيحصل فيه تغيرات، اللسان اللي ياما اختب يطلع ويتحجر، العينين اللي ياما بصت للحرام تطلع وتفرقع ويسيل اللي جوه العين، الوش يسود. بعد 10 ايام يا جماعة، بعد 10 ايام البطن بتنفجر، لو في حاجة كانت جوه المعدة الانسان بيرجعها، الجثة بتقذفها، يعني اعضاء الانسان اللي كان يعني في الجماع بتتفجر هي كمان، الانسان كل حاجة فيه بتبدأ تفرقع تتفجر. بعد 14 يوم من موت الانسان اسنانه بتقع، شنبه بيقع، السكسوكه والدوجلاس بتقع، السوالف بتقع، الشعر بيقع، الحواجب بتقع، الرموش بتقع، الجلد بيقع، الضوافر بتقع بعد المانيكير والبديكير والايلاينر والماسكا، بعد كل الميك اب الرهيب ده كل ده بيقع، بيبقى منظر الانسان ايه؟ بعد 15 يوم بيبقى الانسان كتله من الدود مغطياه، لو اتفتح عليه دكاتره الطب الشرعي فتحوا عليه وهم بياخدوا حته من جسمه بيبقى كتله من الدود مغطياه. بعد كده في خلال 6 شهور كل اللحم بيتاكل من الدود والدود نفسه بيموت، وبعد كده بقى هيكل عظمي، وفي خلال سنه الهيكل العظمي بيتفرق من بعضه، وفي خلال 25 سنه بيبقى شويه عظم مهري مفروم، وبعد سنين طويله بيبقى المنظر ده. وبعدين يا جماعة فين المتعة في المعصية؟ فين المتعة في البعد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ فين المتعة ان الانسان يدي ظهره لربنا؟ ايه المتعة اللي في كده؟ انما سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص دعني استمتع يا رسول الله، انا عايز استمتع. واحد بيقول انا عايز اعيش المتعة، واحد من السلف بيقول انا لنجد لذة، لذة اللذة ديت المفروض الحاجة اللذيذة واللذاذة ده كلام الشباب في المعاصي، بيقول إنا لنجد لذة لو يعلمها أبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف.
احنا عايشين في متعة ما حدش حاسسها. والله يا اخواني والله الواحد هو بيجلس لذكر الله بيجد سعادة وفرح. والله لو وزعت على الدنيا لفاضت لفاضت. سمعتها من شيخ من مشايخي بيقول انا قال لي كده بيقول لي انا ساعات بيعد عليا لحظات بقول لو اهل الجنة في المتعة ده ايه يبقى الجنة دي حاجة ما حصلتش. ده دي في الدنيا. وشيخ انا وقال لي الكلام ده مني ليه فقعد بيني وبينه المتعة يا جماعة. فامنوا فمتعناهم. استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم. مش الاربع تلاف اللي بينتحروا كل يوم. مش الشباب اللي ماشي الاكتئاب دمره. الاكتئاب فرم قلبه من جوه من الهم اللي هو فيه والخنقة اللي هو فيها. وبعدين يا جماعة وبعدين فامنوا فمتعناهم. المتعة الملتزم عايز المتعة والعاصي عايز المتعة. بس ده بيدوق متعة حقيقية وده بيدوق متعة معاها عذاب. هي لحظة المعصية بس. هي لحظة المعصية وبعد كده لما بيتعود عليها ما عادش بيبقى فيه اي متعة من المتعة نهائيا. عايزين نفتح شباك. افتح شباك في قلبك. افتح شباك في قلبك لنور ربنا. افتح شباك في قلبك للقرآن ربنا. دوق طعم القرآن. دوق طعم الذكر. دوق طعم انك انت المنظر اللي احنا واقفين فيه دلوقتي ده اهو. الخضرة الجميلة ده ايه. المية الجميلة ده ايه. الطيور الجميلة ده ايه. السماء الجميلة ده ايه. الشمس الجميلة. مش ده خلق ربنا يا جماعة. مش ده اللي ربنا قال لنا بصوله. اتمتعوا بقدرة ربنا اللي خلقكم. شوفوا ربنا قادر قد انه يحللكم كل مشكلة في حياتكم. شوفوا ربنا اللي خلق كل ده بقدرته ما يقدرش يعيشك سعيدة. ما يقدرش يعيشك سعيد. يا اخوانا العيشة يقولك ده الواد ده عايش. ليه? يكلم بنته ويدخل على السكايب يعمل اللي هو عايزه ومكالمات فودافون المجانية بالليل وعايش حياته على الفيس ميسنجر والساحل الشمالي ده قاعد فيه طول الصيف. انما ربنا قالك لا. فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة. فهو في عيشة. عيشة راضية. هم دول اللي عايشينها. الناس اللي مع ربنا هي دي الناس اللي عايشة صح. هي دي الناس اللي عايشة اجمل عيشة مع ربنا. وفي النهاية كله هيبقى تراب. ومش هيبقى الا العمل الصالح. عايزين نفتح شباك. عايزين نفتح شباك في قلوبنا لنور ربنا. يدخل منه نور ربنا. يدخل منه حب ربنا. يدخل منه اليقين بربنا سبحانه وتعالى. عايزين نتغير. عايزين نغير كل حاجة في حياتنا. عايزين مش عايزين نلتزم. مش عايزين نسيب المعصية. عايزين نكره المعصية. مش عايزين نبقى ناس كويسة. احنا عايزين ندوق متعة الدين. عايزين ندوق متعة الصلاة بربنا. يعني الانسان اللي واقف في النص ده مش ضايق متعة الصلاة بربنا. انما الانسان اللي موصول بالله فعلا اللي بتعبد ربنا فعلا اللي بيقرب من ربنا فعلا ده عايش عايش دين. عايش متعة الدين. عايش متعة الدين. دوقي متعة الدين في الصلاة بالله. شبابيك برنامج بنمد ايدينا فيه ليكم عشان تمدولنا ايديكم. مد ايديك ونحط ايدينا في ايدين بعض. نحاول ان احنا نوصل لحوض النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض. نحاول ان احنا نوصل للفردوس الاعلى مع بعض. بنمد ايدينا ليكم يا شباب. مش هنسيبكم لوحدكم. ما تسيبوناش لوحدنا. خلينا سفينة ماشية في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم. ربنا يحفظكم. ربنا يمتعكم في الدنيا والاخرة. ربنا يسعدكم. ربنا يبارك فيكم. شبابنا الجميل. اجمل شباب في الدنيا واحلى شباب في الدنيا. يا رب ربنا يوفقنا ويفتح علينا ويثبتنا على طاعته حتى نلقاه وندوق متعة الدين. جزاكم الله خيرا.